ماذا الحرام؟ فك فك سعد، ماذا فعلت يا المخبول؟ لقد أصبتني بنوى التمر. لا تبتئس يا سعد، بل رجمت الشيطان بالجمرات السبع. سأرد كيدك ذات يوم، بل في القريب العاجل. كيف ترى الطعام يا أبا وهب؟ طعام ملوك ولا شك يا سيدي. هل تهوى الملوك؟ أحب طعامهم. كيف لا تحبهم وأنت تأكل على موائدهم؟ لأنهم مسرفون، والمسرفون إخوان الشياطين. هل تريدني أن أحب الشياطين يا سيدي؟ لا لا يا أبو لا. إلى أين يا أبا وهب؟ إلى سوق الكرخ. ما تقول يا أبا وهب أن أعينك صاحبا للشرطة هناك؟ لست مستعدا لأن أغلق عيني وأفتح فمي. ماذا تقول يا أبا وهب؟ أيكون صاحب الشرطة بهذه الصفة؟ لست أدري. لست أدري. هيا يا حصين، هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل تستطيع أن تملأ هذه السلة؟ إذا كان الرزق على هذه الحال فسأملأها قبل منتصف النهار. ما بك تطيل النظر إلى السلة بهذا الشكل؟ إن استطعت أن تملأ هذه السلة فستجني ربحا وفيرا. سأبيعها بخمسة دراهم وربما بعشر لأصحاب اليسر. أتراني مبالغا بالمبلغ الذي افترضت؟ بل كنت من الزاهدين يا صاحبي. لن أصدق أبداً بأنك اصطدت كل هذا السمك. من أين سرقته؟ أقسم إنني اصطدته يا امرأة. لما لا تصدقين؟ لأني لم أعهدك تأتي بنصف ما أتيت به الآن. الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله. إن لم تصدقي فباستطاعتك أن تسألي بهلول عن ذلك. شهادة مجنون لا تقبل. هذا المجنون سيدخلني إلى قصر الخليفة. ترى سيجعلك الرشيد وزيرا؟ سأبيعه هذا السمك. ترى هل يشتهي الخليفة السمك وفي داره أطنان منها؟ يشتهي مولاي هذا السمك بالذات دون غيره. ومن أخبرك بهذا؟ بهلول. إذا كان بهلول واسطتك فلن تجني من هذه السلة شيئا. ماذا تقصدين؟ أقصد، لما لا تقصد الوزير يحيى؟ لقد أتى إلى هنا وسأل عنك. من تقولين؟ آه يا ابني. ما بك يا أبا وهب؟ لماذا تضع يدك على بطنك؟ السم يسري في أوصالي. من أين جاءك السم؟ من الطعام الذي قدمته لي البارحة يا سيدي. ولكننا جميعا أكلنا منه ولم يصب أي منا بأي سوء. سأستدعي لك الطبيب من البيمارستان. لا لا يا سيدي، لا حاجة للطبيب، فأنا أعرف الترياق. قله ما هو.